احنا شايفين وحشية الاحتلال في قطاع غزة، وشايفين برغم ده ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيتعرض لضغوط وغضب داخلي في الشارع للتركيز على اطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين في غزة بدل من القصف العشوائي اللي لا يتوقف على القطاع. يمكن عشان كده شفناه وهو بيجتاحوا مجمع صحيح. الشفاء، وهم بيجتاحوا المستشفيات المختلفة، وانهم بيحصروا مثلا، شفنا ان المستشفى الاندونيسي توقف عن العمل وخرج عن العمل بسبب الحصار. هل تعتقد، او مش عارفه بقى، خلينا نطرح الاسئله دي، لكن خلينا نفكر، هل هم بيعملوا كده بهدف البحث عن محتجزين ولا هو بيبحث عن لقطه نصر؟ هو بيحاول يشوف لقطه يعني يبين فيها ان الجيش الاسرائيلي منتصر. وكمان كان في تصريح لبنيامين نتنياهو غريب جدا، منا بيتكلم لما سالوه عن اقتحام الشفاء في مؤتمر صحفي، قال ده يعني عشان يثبت انه الدوله الاسرائيليه قادره للوصول الى اي مكان في غزه. يعني الموضوع شكله رمزي ان احنا قادرين حتى في الدخول للمستشفيات. طبعا في مزاعم اسرائيليه زي ما تابعنا كلنا انه المستشفى بيتم فيها استخدام المرضى والموجودين كدروع بشريه وكمقر عسكري بتنطلق منه الحركات الخاصه بالمقاومه وحماس. وحتى الان ما تم اخراجه من هذه المستشفى لا يؤكد الروايه الاسرائيليه او لا يثبت الروايه الاسرائيليه بشهاده الاسرائيليين نفسهم. يعني حصل حتى في الصحافه الاسرائيليه انتقاد شديد جدا على هذا الهجوم الاسرائيلي لمستشفى الشفاء. معانا على الهاتف سعاده السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق. بنصبح لحضرتك سعاده السفير، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني في البدايه اسبوع خامس، 42 يوم متتاليه من عدوان اسرائيلي همجي ضد اهلنا في غزه. الأهداف المعلنة من اليوم الأول هو القضاء على حماس، الهدف الثاني هو إطلاق سراح الرهائن. ما الذي تحقق برأيك من هذين الهدفين حتى الآن؟ لا هو يعني حكومة إسرائيلية مضطربة تبحث عن أي شكل من أشكال الانتقام أو رمزيات الانتصار، ولم تحقق أي من هذه الأهداف. تعلم منذ اليوم الأول أنها ترتكب جريمة حرب، هي تقصف المدنيين، وتعلم تماما أنها القابض على الماء، حماس تحت الأرض، حماس ليست أمامها، وبالتالي يعني اقتحام مدينة سكنية ليس من أعراف الجيوش النظامية صاحبة الشرف أن تعمل مثل هذه الأفعال وأن تمارس مثل هذا العنف غير الأخلاقي الذي يدلل على الضعف. يعني حتى ندرس في العلوم السياسية أن الاستخدام المفرط للقوة هو أحد دلائل الضعف. وبالتالي عندما حدثت أحداث 7 أكتوبر وجد أمامه قطاع بلا مقاتلين، المقاتلين مختفيين تحت الأرض، فانتقم من المدنيين وبدعوى القضاء على حماس ولن يستطيع. والقضية ليست قضية القضاء على ميليشيا عسكرية، القضية قضية شعب له حقوق. وبالتالي هو البحث في أروقة الشوارع في غزة وفي مستشفى الشفاء عن أهداف غبية لا تليق بعسكرية ما، وفي نفس الوقت يحاول أن يطيل أمد المعارك، لأنه يعلم كما رصد التقرير المظاهرات الضخمة في تل أبيب أمام منزله، يعلم أنه في اليوم التالي لتوقف القتال سيعاقبه شعبه عقابا شديدا، لأنه وعد بالأمن ولم يفي. وكما تابعنا جميعا شكل الجيش الإسرائيلي، وكما تابعنا جميعا الخسائر الضخمة التي أورثها لشعبه، لأن الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على المدنيين الذين استدعوا إلى الاحتياط في أزمة حادة، وتوقفت السياحة والصناعة والتصدير وحركة السفر، وفي نفس الوقت خسائر عسكرية ظاهرة بوضوح للعيان. كما أن الأهداف المرتجاة، لا أعتقد أن من بين الأهداف الاستيلاء على مدينة غزة المكتظة بالسكان، لكن كان في جوهر تحركاته واضح أنه كان يسعى للتهجير القسري. وأعتقد أن موقف مصر الحاسم من اعتبار هذه المسألة خط أحمر، يعلم أنه يهدد إذا ما تمادى في هذا المشروع يهدد مصالح الأمن القومي المصري، وهو ما أعلنه السيد الرئيس وبتفويض من شعبه خطا أحمرا منذ اليوم الأول. كما أن الإدارات المتواطئة، الإدارة الأمريكية، أعلمته أيضا خطر هذا المنحى. وبالتالي هو يبحث عن أهداف ويحاول أن يتقدم بحلول
لا توافق عليها مصر ولا الدول العربية. أكيد أسر الرهائن والمفقودين نظموا أكثر من 20 وفد للسفر للعواصم الغربية للتحدث قدام الدبلوماسيين ووسائل الإعلام الدولية، خصوصا أن احنا عارفين أن الأغلب الأعم منهم يحمل جنسيات أخرى غير الجنسية الإسرائيلية. احنا متخيلين أنهم مش عارفين يتواصلوا مثلا مع الحكومة الإسرائيلية فبيقوموا بده لمزيد من الضغط؟ هو بكل تأكيد المظاهرات دي ظاهرها فعلا هو موضوع الأسرى والرهائن، لكن يعلمون أيضا أن حكومتهم عاجزة عن تحقيق هدفين لا يمكن أن يكتمل معا. يعني إذا كنا نتحدث عن القضاء على حماس فأنت في مواجهة عسكرية، وإذا ما استطعت حتى أن تقترب من هذا الهدف فقضيت على الرهائن، يعني أبسط قواعد العلوم العسكرية. وبالتالي هو يعلم تماما أن ما يقوم به هو إطالة أمد النزاع، محاولة بيع الموقف المتشدد العسكري القادر على من؟ على مجموعة من المدنيين سكان أحياء سكنية ومقاتلي حماس تحت الأرض، ولا تستطيع أن تطولهم ولا رهائنهم. أظن ظاهر هذه المظاهرات وهي هامة، لأن هناك تحول يجري في المجتمع الإسرائيلي ليس فقط من أجل الرهائن، هم يعلمون أن الرهائن في إطار صفقة سياسية، فهم يضغطون لإتمام هذه الصفقة السياسية مع حماس عبر الوساطة المصرية الفاعلة أو عبر قطر. ولكن في جميع الأحوال لا يمكن الإفراج عن الرهائن بعمل عسكري، لأن أقل شيء إذا ما كان الأسر يقع تحت ضغط عسكري فيتخلص من الرهائن، ودي طبعا تكون كارثة على المجتمع الإسرائيلي. فهو يعني يكسب الوقت، يحاول أن يكسب الوقت، ولكن الوقت قد نفد. الإدارات المتواطئة في أوروبا والولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل ضغوط شعبها. شفنا التحول في موقف ماكرون الرئيس الفرنسي، وشفنا التحول في إدارة بايدن التي طاردت جماهيرها حتى باحات الكونغرس، ودخلت لكل الشوارع وكل المدن وكل الجامعات الأمريكية في مشهد فريد لم نراه من قبل. إسرائيل خاسرة في هذه المعركة على مستويات عديدة. أتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي أكثر وأسرع حتى يستطيع يعني تحسين الوضع بالنسبة لأشقائنا في فلسطين، وكمان أن يحرج إسرائيل يعني دوليا إذا كان يجوز لها أن يعني تشعر بالإحراج. كل الشكر ليك سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا حضرتك.